إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فليلة أو ليلتان تفصلنا عن هذا الضيف المبارك وعن هذا الموسم العظيم شهر رمضان، الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه ونحن في أتم صحة وعافية. أيها الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يبشر الناس بقدوم رمضان، ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين ومردت الجان، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بأن هذا الحديث هو أصل في التهنئة بين المسلمين بقدوم شهر رمضان، ولذلك يتساءل بعض المسلمين في كل سنة ومع قدوم هذا الموسم عن حكم تبادل التهاني، وأن يهني المسلم أن يهنئ المسلم إخوانه عبر وسائل التواصل أو عبر الاتصال. فنقول هذا الحديث أصل في التهنئة، بأنه لا بأس أن المسلم يبعث هذه التهاني لإخوان المسلمين وأن يبارك لهم حلول هذا الموسم. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله عز وجل هو القرآن والخير والهدى، فالمسلم لا يزيده طول العمر إلا خيرا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، نسأل الله السلامة والعافية. فكل عام يتجدد لك، وكل سنة تأتي عليك، وكل موسم تستقبله هو مزيد رصيد في أعمالك الصالحة ومزيد رفعة لك، فلا يزيدك طول العمر إلا خيرا وإلا قربا من الله تبارك وتعالى. وحسبك أخي المسلم أن تستشعر الفرحة وأن تستشعر عظيم نعمة الله عليك، وأنت إن وفقك الله جل وعلا لإدراك تلكم الليلة التي هي ليلة القدر، التي العبادة فيها تزيد وتفضل على عبادة 83 عاما، يعني كل سنة تدرك فيها رمضان، وكل سنة يوفقك الله عز وجل لقيام ليلة القدر، يعني في هذه الليلة، فإنك كأنك قد زاد في عمرك 83 سنة، كأنك زاد في رصيدك 83 سنة، فهذا ثواب عظيم وفضل كبير، وحق لنا أن نفرح بمواسم الخير. المؤمن أيها الكرام يدرك حقارة هذه الدنيا، ويدرك قلة متاع هذه الدنيا، ويدرك أن هذه الدنيا إنما جعلها الله تبارك وتعالى مزرعة للآخرة، الدنيا هي مزرعة الآخرة، ونحن في دار ممر ولسنا في دار مقر. وانظروا إلى أسلافنا، وانظروا إلى حال الآباء والأجداد والأقارب والأحباب والجيران، أين هم؟ أين صاروا؟ يعني نحن مد الله في أعمالنا، وغيرنا انقطعت
المنايا دون أن يبلغ قطعته المنايا دون أن يصل إلى هذه المواسم، فهم مرهونون بأعمالهم تحت الأرض. فإذا يا إخواني في الله ينبغي على المسلم أن يعتبر وأن يأخذ العبرة بغيره وأن يجتهد وأن يجد في مواسم الخيرات. رمضان لا تدري هل تدركه كاملا، وهل تدرك رمضان في أعوام قادمة. ينبغي عليك أن تقبل على مواسم الخير وكأن هذا الموسم هو موسم الوداع، وكأنك لن تدرك موسما غيره. اجتهد واستفرغ كل ما لديك من طاقة في شهر رمضان، واعلم يا أخي الكريم بأن الموت والرحيل من هذه الدنيا لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا سقيما ولا غنيا ولا فقيرا. يعني كم نسمع من الأحداث، من آخر ما سمعته من القصص العجيبة أو من القصص العجيبة أن شابا أو طفلا يعني في المرحلة في الصفوف الأولية، يعني ربما لم يتجاوز عمره 10 سنوات أو 11 سنة، كان جالسا على مقعده الدراسي، وبينما هو جالس وقد كان سليما معافا لا يعاني من شيء، ليس عنده أي عرض من أعراض الأمراض، يعني ليس عنده مرض السكري ولا مرض الضغط ولا مشكلة في القلب، ليس عنده شيء إطلاقا، رجل معافى، يعني شاب أو طفل معافى كغيره من الصغار. وبينما وهو جالس في مقعده شخص بصره وفاضت روحه وهو جالس على مقعده الدراسي. جاءوا الطلاب يحاولون أن يعني حتى أن كان له أخ يعني شقيق في مرحلة دراسية أيضا مجاورة له، لم يصدق، قال هذا يمثل، هذا يمزح، لا يمكن. القضية يا إخواني الموت لا يستأذن واحد، الموت لا يستأذن واحد. كلنا ننام في الليل ونعلم أن النوم موتة صغرى، وقد قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنت حينما تضع رأسك على وسادتك وتموت هذه الموتة الصغرى، هل تضمن أنك تستيقظ؟ هل تضمن أن الله يرد عليك روحك؟ ربما كانت روحك من الأرواح التي قبضها الله عز وجل. فتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى. حينما تضع رأسك على وسادتك تأكد أنك قمت بالواجبات وأنك اجتنبت المحرمات وتبت من الذنوب والخطايا. كن مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى في كل لحظة، كن مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى في كل لحظة. في رمضان أيها الكرام هذا الموسم وهذه المدرسة وهذه الجامعة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتخرج من هذه الجامعة وقد حقق إيمانا مرتفعا، وحقق تربية وصبرا وإقبالا على الله تبارك وتعالى، وحبا للعبادة وللطاعة. يعني مدرسة تتدرب في رمضان خلال شهر كامل على صلاة التراويح وعلى الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى الدعاء، لا بد أن يظهر هذا الأثر على حياتك وعلى سلوكك يعني رمضان جعله الله تبارك وتعالى بمثابة المحطة والاستراحة السنوية التي يتزود منها المؤمن ويشحن بطاريته للعام كله حتى يكفيك في العام كله. نحن الآن يا إخواني كم نقضي من الأوقات في أعمالنا، كم نقضي من الأوقات في الأحاديث التي لا فائدة منها، كم نقضي في الأوقات من الأوقات في الراحة والمتعة والترفيه والدعاء وما إلى ذلك. لماذا نستكثر أن نقبل على الله عز وجل في هذا الشهر وأن نجد ونجتهد؟ وقد وردت وتكاثرت الأحاديث والنصوص التي تدل على فضائله ومنزلته. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تشاهد بعض المسلمين أصلحنا الله وإياهم في بداية الشهر يكون عندهم إقبال وحماس، وتجد المساجد في أول ثلاث أيام أول أسبوع تجد المسجد يمتلئ، ثم يبدأ العدد ينقص يتناقص يتناقص يتناقص. لماذا يتناقص العدد؟ لماذا ضعفت الهمم؟ لماذا قل العزم؟ لو كان هذا الأمر المعلن أو هذا الموسم موسم من مواسم الدنيا، لو قيل لك كل صلاة تصليها تأخذ عليها $100، لو قيل لك كل صلاة تصليها أو كل ليلة تراويح تصلي تأخذ $100، لم تلأت المساجد، ولربما صلى الناس في الطرقات في الشوارع، ولا صلى الناس الشهر كله لم ينقطع ليلة، ولو فاتته ليلة لتندم وتألم. لماذا؟ لأن فيها أمر مادي محسوس $100. طيب الله عز وجل يعدك بالأجر العظيم والثواب الجزيل، يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن كثير ونقل عن الأوزاعي قال يغرف لهم غرفا، يعني الأجر هذا مفتوح. ورمضان هو شهر الصبر والصيام من الصبر، فالصائم يعني هذه الآية تنطبق على الصائمين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فأنا أجزي به. قال الشراح لأن الله عز وجل اختص بالإثابة والإعطاء على عبادة الصوم. لماذا؟ يعني من الأسباب ومن الحكم التي تلمسها العلماء، لماذا كان الصوم لله وقد اختص الله عز وجل نفسه الشريفة بالإثابة والإجزاء والعطاء على الصوم؟ قالوا لأن الصيام عبادة يظهر فيها الإخلاص بشكل كبير جدا. أنت الآن تصلي، نحن نصلي جماعة، أنا أراك وأنت تراني والله أعلم بالنوايا، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، نحن نصلي جماعة ونشاهد بعض وكل إنسان يجاهد نفسه أن يكون مخلصا، أليس كذلك؟ تتصدق، ربما رآك الناس وأنت تتصدق، تحج يراك الناس وأنت تحج، لكن الصوم عبادة سرية. أنت الآن ممتنع عن الطعام والشراب، وأنت الآن تركب سيارتك وتذهب إلى بيتك ما يراك أحد، لماذا لا تأكل ولا تشرب؟ تراقب الله عز وجل. أرأيتم؟ يعني الصيام فيه مراقبة. ما الذي منعني من الطعام والشراب؟ أنا ما أخاف من أحد. أنت في بلد الآن كما يقال بلد الحريات، يعني الواحد يسوي اللي يبغى ما حد يقول له شيء، فما الذي منعك؟ وليس هناك أيضا بعد يعني في هذه البلاد الإنسان يعني ربما في بلاده وفي موطنه الأصلي وبين عشيرته وقبيلته وأبناء عمه وقرابته ربما يستحي من جيرانه ومن قرابته ومن عشيرته ومن والديه ومن إخوانه، لكن أنت في بلد غربة ما عندك أحد، يعني ممكن الإنسان يفطر وما أحد يقول له شيء، فما الذي منعك يا أيها المسلم أيها المغترب، ما الذي منعك من تناول الطعام والشراب وقد أغلقت على نفسك باب بيتك وقد خلوت بنفسك في سيارتك؟ مراقبة الله عز وجل. أرأيتم؟ هذه العبادة فيها إخلاص، إخلاص لله تبارك وتعالى. فلذلك يا أخواني في الله أنا أوصيكم يعني في خاتمة هذه الكلمة أن تجتهدوا كثيرا في رمضان، وأن تجعلوا هذه الهمة مرتفعة، واعقد العزم من الآن أن تجعل رمضان هذا الذي سيحل غدا أو بعد غد، اعقد العزم أنك تجعل رمضان هذا أفضل رمضان في حياتك، أفضل رمضان في حياتك، من حيث الصيام، من حيث الصلاة، من حيث قراءة القرآن، من حيث الدعاء، من حيث الصدقة، من حيث جميع أنواع البر تقبل على الله تبارك وتعالى. الصلاة في رمضان بعون الله تبارك وتعالى لو أعلن غدا رمضان فستكون يعني غدا هي أول الليالي، ومن ثم تشرع صلاة التراويح التي شرعت ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب.
فستكون صلاة التراويح إن شاء الله غدا لو أعلن رمضان. وكما علمتم بأن الصلاة ستكون في القاعة الأخرى التي تعقد فيها صلاة الجمعة، المكان يعني قام الإخوة بإعداده وتجهيزه للصلاة إن شاء الله، وسيكون مناسبا بإذن الله جل وعلا. فلو أعلن فسوف نصلي بعون الله تبارك وتعالى في القاعة الأخرى. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبارك في أعمالنا وأيامنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يرزقنا برهم أحياء وأمواتا، إنه سميع قريب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.